في البداية مرحبا بالأستاذ اسكندر. مرحبا. أهلا وسهلا. نود أخذ بعض آرائك حول مجريات الأحداث في تونس وتطوراتها خاصة بعد الثورة. كل شروط. نبدأ. بداية كيف تقيمون تجربة الثورة بعد 3 سنوات من اندلاعها؟ وما الذي تغير حسب رأيكم في تونس منذ 14 جانفي 2011؟ هو نبدأ بالشق الثاني من السؤال. اللي تغير هو أنه صرنا نتنفس حرية، ونعمة الحرية هذه نعمة كبيرة. اليوم الشعب التونسي انطلق في رحلة بحيث يعبر عن رأيه بدون أي خوف، بدون أي هاجس. لكن هناك من يقول أن الحرية هذه ما تجمش تهزها وتصرفها في بنك ولا تصرفها في حياتك اليومية. الحرية باش تحافظ عليها يجب أن يتبعها نمو حقيقي وتنمية، وتنعكس على رفاه المواطن وتحسن في معيشته وتحسن في ظروف العيش متاعه. والثورة هذه قامت من أجل تحقيق كرامة الإنسان، وكرامة الإنسان هي جزئين لا يتجزئان: كرامة العيش وكرامة الرأي وحرية الرأي وحرية التعبير. حققنا الجزء الأول وهذا من بركات الثورة، لكن الحقيقة الجزء الثاني لازلنا نتعثر ونبحث عن طريقنا ونتلمس في الطريق باش نحققه. والمواطن العادي الآن بدأ يضج وبدأ يمل من انعدام هذا المبدأ، مبدأ كرامة العيش وبحبوحة العيش. الحقيقة 3 سنوات من الانتقال الديمقراطي الهش، الانتقال الديمقراطي المؤقت، يعني فيه حكم مؤقت، حكم لا يستطيع أن ينفذ برامج ولا استراتيجية طويلة المدى. هذا ما زاد الطين بلة، فطالت مدة التأسيس، وطالت مدة صياغة الدستور، وطالت مدة الحكم المؤقت، فأثر ذلك سلبيا على هذا الانطلاقة متاع الانتقال الديمقراطي. معناها 3 سنوات مرت على تونس فيهم 5 حكومات، هذا كثير، هذا ينعكس بعدم الاستقرار وينعكس على نفسية المواطن ويجعل التجربة هذه في خطر، وخاصة أنه جيوب الردة والديكتاتورية ومن لا يريدون أن العالم العربي وأن الربيع العربي ينجح هم متربصون، يريدون إرجاع المنظومة القديمة التي هي منظومة الديكتاتورية، منظومة الفساد، منظومة المحسوبية، منظومة كبت الحريات ومراقبة الناس حتى توصل المراقبة حتى على هواتفهم وعلى حياتهم وعلى بيوتهم الخاصة وحياتهم الخاصة. هذا إن شاء الله ما يرجعش، وإن كان اليوم تونس والتجربة بتاعها هي في خطر كما التجارب الكثير من الدول اللي عاشت الربيع العربي، البعض منه أجهض تماما، البعض منه ما زالت تتربصه التهديدات والمخاطر، والبعض منه ما زال لم يتوج بنجاح كما الثورة السورية. لكن الشعوب العربية الآن بعد ما ذاقت طعم الحرية حتى لو لفترة قصيرة صعب ترجع لقفص الديكتاتورية، وصعب أن تروض مرة أخرى، وهي مسيرة ستطول، ستكون تكلفة كبيرة، لكن في النهاية ستتوج الحرية وسينتصر أنصار الحرية على أنصار الديكتاتورية.